حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، مشكلة الطلاق أصبحت مشكلة عالمية اليوم. تصل النسبة أحيانا إلى أكثر من 40% في كثير من الدول، حتى الدول الغربية. ولكن ما يهمنا نحن علاج هذه الظاهرة، كيف تنشأ، كيف تتطور هذه الخلافات. أيها الأحبة، أنا أعتبر أن الشيطان هو المسؤول عن هذه الظاهرة. الشيطان الذي يسعى للتفريق بين الرجل وزوجه أو امرأته. عندما تفرق بين رجل وامرأته، أنت هدمت أسرة، الأولاد تفرقوا، المشاكل بدأت، شغلت الزوج والزوجة بمشاكلهما ونسيا الله عز وجل، وبدأت كل أنواع المنكر تدخل في هذه المشاكل، فتجد الرجل يسيء لزوجته والزوجة تسيء لزوجها، والأولاد قد يعني يتأثرون بهذه المشاكل، وتنشأ لديهم مشاكل نفسية، وفي المستقبل تتطور لديهم هذه المشاكل فينفصلون أيضا عن أزواجهم أو زوجاتهم، وهكذا السلسلة لا تنتهي. فأنت إذا هدمت العلاقة بين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، أنت هدمت المجتمع بأكمله. لذلك الشيطان حريص أن يعمل على هذا الأمر. هنا أحبتي في الله، القرآن العظيم أعطانا إجراءات بسيطة وعملية وفعالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إجراءات أيضا. فعندما نلتزم بهذه الإجراءات أو هذه التعاليم، نجد أن الحياة تمشي بكل بساطة والسهولة والسعادة. عندما ننسى هذه التعاليم الإلهية والنبوية، تبدأ المشاكل. سأعطيكم مثال على ذلك. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم، مخاطبا الرجل وليس المرأة، يقول لهذا الرجل: أيها الرجل، سأشرح الآية أولا أيها الأحبة، إذا رأيت سلوكا أو كلمة أو تصرف من زوجتك تكرهه، فيجب أن تعلم أن وراء هذا السلوك الخاطئ أو هذه المشكلة التي تكرهها أو هذه الكلمة التي لم تعجبك، اعلم أن وراءها خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، انتبهوا، الخطاب للرجل وليس للمرأة، لأنه هو المسؤول. هذه الآية تحمل المسؤولية كاملة للرجل. وعاشروهن بالمعروف، الخطاب للرجال، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير الكثير أين؟ في المرأة، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هذه الآية تأتي لتبين لنا أن هذه المرأة فيها خير كثير، ولكن علينا أن ننتظر قليلا، نحن لا نرى الخير. الطبيب أحيانا أيها الأحبة، عندما يقوم بعملية جراحية مؤلمة، يستأصل لك عضوا أو جزءا أو كتلة معينة أو ورم معين، هو يعلم أنه يزيل عنك هذا الشر، لأنه لو بقي سيكون من ورائه شر كثير، فيزيل هذا الأمر الذي تكرهه أنت. أنت تكره العملية الجراحية وتتألم، ولكن هذا الألم يعقبه خير كثير، أنه خلصك من هذا الورم الخبيث مثلا، وتتمتع بعده بصحة وسعادة وحياة سعيدة مطمئنة. الله عز وجل يرى الحقائق أيها الأحبة، ولله المثل الأعلى، يرى المستقبل، يعلم أن كل امرأة من ورائها خير كثير، وبخاصة إذا كانت مؤمنة، وحتى لو كانت غير مؤمنة، فالرجل مأمور أن يعاشر زوجته بالمعروف. وطبعا نقصد هنا غير مؤمنة، لأننا اليوم كثير من النساء ربما لا تؤمن بالله، لا تصلي، لا تصوم، لا تلتزم بحق بيتها ولا زوجها،
ولا تعرف من الإسلام شيئا، لأننا الآن أيها الأحبة في عصر يعني أشبه بعصر الجاهلية، كثير من الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا. فهذه المرأة التي هي يعني لا تعلم شيئا عن الإيمان ولا عن الإسلام، قد يكون من ورائها خير كثير، ولكن بشرط أن تصبر وتحاول أن تعلمها، وتحاول أن يعني لا تكره هذه التصرفات، وتحاول أن تقوم هذه التصرفات بهدوء. وهنا يأتي الحديث النبوي الذي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا، النبي يؤكد لنا أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أعوج يكون. فإذا ذهبت تقيمه أو تقومه انكسر، كسرته. إذا تركته لا يزال أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه نصيحة نبوية. فالمرأة أيها الأحبة خلقت بطريقة مختلفة عن الرجل، دماغها يختلف عن الرجل. طبعا علميا دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل بحدود 15%، يعني هناك مليارات الخلايا غير موجودة لدى المرأة. قلب المرأة أصغر من قلب الرجل. الطريقة التي ينشط بها دماغ المرأة ويتأثر بها ويتفاعل مع الأحداث تختلف تماما عن دماغ الرجل. إذا نحن أمام كائنين مختلفين سبحان الله، ولكن يكملان بعضهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة متى تنشأ أيها الأحبة؟ عندما يكون الرجل يكمل المرأة، يكملان بعضهما البعض. فأنت إذا استوصيت بهذه المرأة خيرا، والنبي يوجه الخطاب لمن؟ للرجل أيضا، أنت عليك المسؤولية لأنك أنت القائد. الله خلق دماغك بطريقة تؤهلك للقيادة. المرأة طبعا دماغها وقلبها وبرمجة دماغها تختلف عن الرجل. هي مهيئة للحمل، للولادة، لتربية الأولاد. المرأة عاطفية أكثر بكثير من الرجل، وتكتئب أكثر من الرجل، ولكن قلبها يتحمل أكثر من قلب الرجل. سبحان الله، يعني هناك ميزات في المرأة في طريقة خلقها تناسب حياتها، تناسب الحياة التي ستكون من أجلها. كذلك الرجل خلقه الله بطريقة يستطيع أن يذهب ويعمل ويكسب المال ويتحمل إلى آخره. إذن هناك إجراء آخر أيها الأحبة، أن النبي أمر المرأة ألا تمتنع عن فراش زوجها، لأن هذه مشكلة كبرى. جزء مهم من أسباب الطلاق هذا الأمر أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، ما الذي يحدث عندما تهجر وتمتنع وأحيانا تستكبر أو أحيانا تريد أن تعاقب الزوج؟ هذا أمر خطير نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام. لعنتها الملائكة حتى تصبح. لماذا هذا التحذير الخطير؟ لماذا أيها الأحبة؟ ليقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: احرصي على زوجك حرصا كبيرا، لأن الشيطان سيدخل في هذه النقطة. عندما تهجر الزوجة زوجها، أو العكس حتى يهجرها هو من دون سبب طبعا، الشيطان هنا يدخل، يبدأ يوسوس للمرأة ويوسوس للرجل. والرجل قد يذهب في علاقات محرمة والعياذ بالله، وتبدأ سلسلة من المشاكل. علاج هذه السلسلة الطويلة من المشاكل هو أن لا تمتنع أو لا تهجر فراش زوجها. رأيتم أيها الأحبة؟ فهذه الإجراءات التي شرعها لنا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لضمان استمرار الحياة وضمان السعادة والنجاة والابتعاد عن مشاكل العصر والطلاق. النسب أكثر من 40% أيها الأحبة، نسب مرعبة اليوم أحبتي. فلا اذهبوا إلى المحاكم وانظروا مأساة يعيشها الأزواج. والسبب بكل بساطة عدم التزام الطرفين بتعاليم الله
وتعاليم نبيه عليه الصلاة والسلام. مثلا حديث صحيح، النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. الصيام يعني لماذا اختار النبي موضوع الصيام هنا أيها الأحبة؟ ليقول لك إن أهم عبادة بعد الصلاة هي الصيام، والعبادة التي يجزي الله بها، الله يقول في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهناك باب مخصص لا يدخل منه إلا الصائمون، يدعى الريان. النبي يقول للجنة 8 أبواب، منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وثواب الصيام من يصوم يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. تصوروا أيها الأحبة كل هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الأهمية للصيام. على الرغم من ذلك قال لك أيتها المرأة، قال النبي لك: إياك أن تصومي إلا بإذن زوجك. سبحان الله. فمعنى ذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها، طبعا فيما أحل الله وفيما شرع الله عز وجل وليس في المحرمات، أن تكون يعني طاعة كاملة. وكذلك الزوج يعاشر زوجته بالمعروف معاشرة كاملة، ويعاملها أفضل معاملة: استوصوا بالنساء خيرا، إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعندما تقوم المرأة بتحقيق هذه المعادلة، الصبر، أحيانا الزوج يكون أخلاقه سيئة، أحيانا يؤذي، الصبر مهم جدا أيها الأحبة هنا، أن تصبري على زوجك، لأن الله تعالى يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فانظروا أحبتي في الله، هذه الإجراءات البسيطة التي يقوم بها الرجل والمرأة، قليل من التواضع، قليل من التسامح، قليل من الخوف من الله، أن نتذكر الموت، أن نتذكر لقاء الله عز وجل، نتذكر أننا سنموت جميعا، فلا داعي لهذه المشاكل، الحياة قصيرة جدا أيها الأحبة. فلذلك أحبتي في الله، يعني هذه الإجراءات البسيطة يمكن أن تضمن لنا الحياة السعيدة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.